يا اهلا بحضراتكم من جديد. نرجع تاني لمجموعه من اخبارنا وخبر مهم صدر من وزاره النقل. وزاره النقل الحقيقه اعلنت عن وصول جميع بوابات التذاكر الجديده الخاصه بالخطين الاول والثاني لمترو الانفاق. عددها بنتكلم في حوالي 850 بوابه كارت ذكي جديده، ودي متعاقد عليها مع شركة تاليس كوميونيكيشن اند سيكيورتي الفرنسية لتحل محل البوابات القديمة في إطار يعني منظومة أو خطة تطوير الخطين الأول والثاني. بحسب ما أعلنته الوزارة أنه إجمالي ما تم تركيبه من بوابات بالخط الأول والثاني بنتكلم في 519 بوابة، وطبعا العمل شغال فيها، أعمال التركيب شغالة فيها لغاية لما يتم الانتهاء من كل تشغيل كل الماكينات خلال شهرين تقريبا بحسب مصادر البيان. وبوابات الجديدة طبعا تتضمن، المفروض تتضمن نظام ثنائي التكنولوجيا اللي هو بيبقى مغناطيسي ولا تلامسي، وده بيتيح المفروض ليها استخدام التذاكر المغناطيسية العادية لراكب الرحلة الواحدة مع الكارت الذكي اللا تلامسي. الحقيقة انه كمان في كلام على انه بدء الاختبارات الخاصة بماكينات اصدار التذاكر الاوتوماتيكية عن طريق كروت ATM اللي بيبلغ عددها 75 ماكينة. ماكينات الاي تي ام طبعا دي لما تشتغل يعني ما فيش شك ان هي هتخفف جدا الزحمة على شبابيك التذاكر بالقطارات، اعتقد خصوصا مع الاعياد والمناسبات بتلاقي التذاكر، طبعا بتلاقي شبابيك التذاكر في المحطات عليها ضغط كبير جدا. خلونا ناخد هاتفيا الاستاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئه مترو الانفاق. استاذ احمد تحياتي لحضرتك يا فندم. تحياتي لسيادتك يا فندم ولكل الساده المشاهدين يا فندم. يا اهلا بيك. ايه الخطه بالظبط يا فندم؟ بنتكلم في كام بوابه كارت ذكي جديده؟ خلصنا قد ايه؟ قدامنا قد ايه؟ هو حضرتك بالفعل تم شراء 850 بوابه. بوابه التذاكر دي عباره عن بوابه ذكيه بتعمل بنظامين، نظام تذكره الرحله الواحده وفي نفس التوقيت بنظام اخر اللي هو الاشتراكات. اي حد، احنا عندنا مترو انفاق في فئتين، فئه بتركب بتذكره والفئه الاخرى بتعمل اشتراك، سواء اشتراك طلبه او جمهور او مواطنين او اي اشتراك عادي. فهي المكنه فيها النستين بيتكون منها. فاحنا حاليا طبعا كنا تعاقدنا من خلال الهيئه القوميه للانفاق مع احدى الشركات الفرنسيه على شراء 850 بوابه ثمنهم حوالي 160 مليون جنيه. ال 850 بوابه دول طبعا هم وصلوا 850 بوابه كلهم وصلوا، وحاليا تم تركيب حوالي 520 بوابه في الخط الاول والخط الثاني. البوابات دي بتحل مكان البوابات القديمه اللي هي موجوده في الخط الاول من حلوان المرج والخط الثاني من شبرا الخيمه ومنيب، ده في اطار تجديد وتطوير الخط الاول والخط الثاني. حضرتك بقى بالنسبه لحاجه جديده احنا بنعملها برضك من خلال برضك الهيئه القوميه للانفاق، شراء 75 مكنه. الماكينه دي ما اسمهاش اي تي ام، اسمها في تي ام. في تي ام اسمها ايه يعني؟ في تي ام يا فندم. في فور فيفيان مثلا، فور فندتا، زي فيتنام كده، فيتنام مثلا. فيتنام. في تي ام ليه؟ دي بقى حضرتك بتساعد الصراف اللي موجود في محطه المترو، كل الصرافين بيبقى في تكدس على الشبابيك نفسها بتاعت التذاكر. فالمكنه دي هتكون موجوده في كل محطه، هيكون فيها موجوده مكنه اللي هي الفي تي ام زي ما قلت لحضرتك. دي هيتم تركيبها في كل محطات الخطوط الثلاثه اللي هو من شبرا الخيمه للمنيب لحد حلوان المرج، من اي محطه شغاله هيتركب فيها مكنه اللي هي الفي تي ام. دي هتكون وظيفتها بيع التذاكر، يعني اي حد عاوز يشتري تذكره بيحط الفلوس في المكنه بيطلع له التذكره، وفي نفس التوقيت بتشحن الرصيد. لو حد معاه كارت ذكي معاه محفظه تذاكر معاه اشتراك بيقف على المكنه برضك بيشحن الرصيد وهو جوه المكنه من غير ما يتعامل مع الصراف. ايوه، يعني يعني اقرب لمكنات اللي هي النظام الفوري اللي موجود دلوقتي، زي الفوري. زي الفوري، او ما تخش مثلا عند اي شركه من شركات الاتصالات الاربعه بالظبط، تلاقي في مكنه كبيره كده بتدفعي على طريق النت بتاعك، بتدفعي فاتوره الكهرباء، اي حاجه زي كده يعني. فدي هتكون متوفره في كل محطات المترو بحيث ان هي ايه، يعني الراكب لو الصراف مثلا بعد انتهاء التشغيل بيخش يعمل الشحن بتاعه اللي هو الرصيد بتاعه، بيشحن الكارت بتاعه زي كارت المحمول اللي هو الكارت الذكي، بيشحن بيشتري تذكره بتساعد الصراف. دي هتساعدنا في تخفيف الزحام في محطات المترو في الخطوط الثلاثه. والتشغيل يا فندم احنا دلوقتي اعمال التركيب شغالين فيها مش كده؟
احنا حاليا زي ما قلت لحضرتك بنركب الاول ال 850 بوابه اللي هم بيتركبوا في الخط الاول والخط الثاني. بعد ما يتم تركيبهم في خلال اسبوعين ان شاء الله هيتم البدء في تركيب الماكينات الجديده اللي هي الفي تي ام اللي موجوده دلوقتي. ال 519 بوابه دول اللي تركبوا بالفعل؟ تركبوا يا فندم. احنا قلنا لحضرتك احنا جبنا 850 بوابه دول بيتركبوا في الخط الاول والخط الثاني. ركبنا الأول. حتى الان الخط الاول اللي هو من حلوان للمرج اللي هو شغال من 1987، والخط الثاني اللي هو من شبرا الخيمه للمنيب اللي شغال من 1996. دي هتفرق معانا جدا يا فندم، السيرفيس دي او الخدمه دي هتفرق معانا جدا عشان نقلل الترافيك الفظيع على شبابيك التذاكر جوه المحطات. طبعا يا فندم هتفرق جامد، ومكن الدورات كلها هتبقى موجوده بقى كلها جديده، ولا هتفرق. ده من ضمن خطه التطوير اللي احنا بنعملها في الخط الاول والخط الثاني. انا بشكرك جزيل الشكر استاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئه مترو الانفاق. شكرا ليك يا فندم، تمنياتنا ليك وان شاء الله